السادسة مساء من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن انتصارات أكتوبر 1973 ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن العزيز. وفي كلمته بختام الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة بمركز المنارة للمؤتمرات، أشار الرئيس السيسي إلى أنه بالرغم من مرور 51 عاما ما زال نصر أكتوبر المجيد يفيد بالعبر والدروس والتجارب. نجتمع اليوم في تقليد سنوي متجدد للاحتفاء بانتصار كان وسيظل علامة فارقة في تاريخ وطننا العزيز، معبرا عن إرادة أمة حولت الهزيمة إلى نصر ورفعت أعلام مصر على أرض سيناء في ملحمة سطرها الجيش والشعب ليحفروا في ذاكرة هذا الوطن بطولات النصر الذي نفخر به جيلا بعد جيل. ورغم مرور 51 عاما ما زال معين نصر أكتوبر يفيد بالعبر والدروس والتجارب التي نستلهم منها رؤيتنا لحاضرنا ومستقبلنا، وتؤكد لنا أن التخطيط العلمي والتنفيذ الدقيق والتكاتف أمام التحديات هو السبيل المضمون لتحقيق الأهداف. وهذه رسالة متكررة من الشعب المصري على مدار السنوات باختلاف الصعاب والتحديات. وأضاف الرئيس السيسي أن النصر لا يتحقق فقط على جبهات القتال، وإنما يتحقق أولا بوحدة الشعب وصموده ووعيه وإيمانه وإرادته في التحدي والنصر. ولفت الرئيس السيسي إلى أن القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي مقدرات الوطن مدعومة بوحدة شعبها وإرادته وصلابته. لقد سجل التاريخ العسكري بحروف من نور عظمة انتصار أكتوبر، إلا أنني أود أن التركيز اليوم على دور الشعب المصري بأكمله في تحقيق هذا الانتصار، حيث قدم بجميع فئاته مثالا يحتذى به في مساندة جيشه ماديا ومعنويا، وأثبت أن النصر لا يتحقق فقط على جبهات القتال، وإنما يتحقق أولا بوحدة الشعب وصموده ووعيه وإيمانه وإرادته في التحدي والنصر. فقد كان نصر أكتوبر حقا حكاية شعب، حكاية أباء وأمهات قدموا أبناءهم فداء لهذا الوطن، حكاية زوجات وأبناء وبنات عانوا مرارة الفراق، حكاية كل مواطن من شمال مصر لجنوبها ومن شرقها لغربها تحمل وصبر من أجل بلده، حكاية تجلت فيها الشخصية المصرية بكل عبقريتها فصنعت ما كان يعتقده البعض أنه مستحيل، لتؤكد أن هذا الشعب يبذل الغالي والنفيس لحماية أمنه وسلامة أرضه ضد أي تهديد أو اعتداء، وأن القوات المسلحة هي الدرع الحصين الذي يحمي مقدرات هذا الوطن مدعومة بوحدة شعبها وصلابته وإرادته. ولفت الرئيس السيسي إلى أن ذكرى نصر أكتوبر تحل هذا العام في ظل أحداث متلاحقة وأوضاع مضطربة يشهدها محيط مصر الإقليمي. وأشار الرئيس السيسي إلى مساعي مصر الدائمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة من موقع القدرة والقوة والقناعة بأن السلام العادل والشامل يجب أن يراعي حقوق الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الشرعية الدولية. يحل علينا هذا العام نصر أكتوبر في ظل أحداث متلاحقة وأوضاع مضطربة يشهدها محيطنا الإقليمي، تؤكد لنا من جديد أن خيارنا للسلام العادل والمستدام يفرض علينا الاستمرار في بناء قدرات القوة الشاملة لهذا الوطن، كونها السبيل الوحيد
لصون وحماية السلام وردع أي محاولة للتفكير في الاعتداء عليه. ومن هذا المنطلق فإن مساعي مصر الدائمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة تنبع من موقع القدرة والقوة والقناعة بأن السلام العادل والشامل يجب أن يراعي حقوق الشعب الفلسطيني وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتخلي عن أوهام التوسع وسياسات العداء لضمان التعايش السلمي بين شعوب المنطقة وتجنيب الأجيال القادمة ويلات الصراع. وتوجه الرئيس السيسي بالتهنئة إلى قيادات وأبناء القوات المسلحة في عيد النصر. وشدد الرئيس السيسي على الاستمرار في عملية التنمية وتحسين ظروف المعيشة وبناء مستقبل أفضل تحظى به مصر بالمكانة اللائقة التي تستحقها بين الأمم. أتقدم بأسمى آيات التقدير إلى أبطال مصر من شهداء القوات المسلحة في حرب أكتوبر وجميع الحروب، وأقول لأسرهم وزويهم إن شعب مصر أصيل لا ينسى من ضحوا من أجله، وأن مصر ستظل بارة بكم كما كان أبناؤكم بارين بها. كما أتوجه بالتهنئة إلى قيادات وأبناء القوات المسلحة المصرية في عيد النصر، فقد كنتم على مدار التاريخ حصن الوطن ويده الضاربة في حماية أرضه وحفظ كرامته. وتحية من القلب إلى المواطن المصري صاحب الإرادة والقرار في معادلة مواجهة التحديات وتنمية القدرات، وأؤكد أنه بتلاحمنا وإخلاصنا ووعينا قادرون على تجاوز الظروف الصعبة كما تجاوزناها من قبل مهما كانت صعوبتها. وفي ذات الوقت نحرص على الاستمرار في التنمية لتحسين ظروف المعيشة ولبناء مستقبل أفضل تحظى فيه مصر بالمكانة اللائقة التي تستحقها بين الأمم. وشهد الرئيس السيسي الندوة التثقيفية 40 للقوات المسلحة في إطار احتفالات مصر بالذكرى 51 لنصر أكتوبر المجيد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة. وكان على رأس مستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله مركز المنارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر وكبار قادة القوات المسلحة. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية وتسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية في حماية الوطن وتحقيق نصر أكتوبر. We'll be right back.
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر لعام 1973 ممن حققوا إنجازات وبطولات على أرض المعركة. وأعرب الرئيس السيسي خلال تكريم أبطال أكتوبر عن شكره لتضحياتهم التي يقدرها كل مصري، والمكرمون هم اللواء أركان حرب محمد نبيه أحمد رئيس شعبة العمليات بالجيش الثالث الميداني برتبة عميد أركان حرب أثناء حرب أكتوبر، حيث لعب دورا في إعداد الخطط وتأمين المعابر ورؤوس الكباري بنطاق الجيش الثالث الميداني، ولواء أركان حرب محمود محمد محمود قائد لواء 45 مدفعية متوسطة أثناء حرب أكتوبر، حيث شارك في التمهيد الناري أثناء الحرب وقام بمعاونة أعمال قتال اللواء الثالث المدرع. تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالعيد 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تحتفل القوات الجوية بعيدها 92 على نشأتها. وأكد قائد القوات الجوية الفريق محمود فؤاد عبد الجواد أن القوات الجوية ماضية بكل عزم في تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها ضمن منظومة العمل المتكاملة للقوات المسلحة. حرب أكتوبر المجيدة تعد علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والأسلحة بالقوة المسلحة في أن تكون مفتاحاً لنصر مبين. الدور الذي قامت به القوات الجوية في نصر السادس من أكتوبر عام 1973 يعتبر ملحمة بطولية، حيث خاضت معارك كبرى ضد طيران العدو الإسرائيلي وكبدته خسائر فادحة. خلال حرب أكتوبر سطرت القوات المسلحة بطولات شهد لها العالم، وجاءت أعمال قتال القوات الجوية في الطليعة، حيث قامت بالعديد من البطولات، منها الضربة الجوية التي أفقدت العدو توازنه في بداية الحرب. وكانت الضربة الجوية الرئيسة مكونة من أكثر من 200 طائرة مقاتلة لضرب الأهداف المعادية الإسرائيلية المحددة لها داخل سيناء. وقد تمت الضربة الجوية في صمت لاسلكي تام لتجنب أي عمليات تسنط معادية يمكن أن تكشف الهجوم المصري. ومرت التشكيلات الجوية على ارتفاع منخفض جداً وفي مسارات تم اختيارها بعناية لتفادي وسائل كشف الدفاع الجوي المعادي، وكان لذلك المرور فوق التشكيلات المصرية والقوات البرية عظيم الأثر في رفع معنويات الجنود المقاتلين على الأرض، وكانت مؤشراً لبدء ملحمة مشتركة من البطولة للقوات المسلحة المصرية. الطائرات عبرت كلها في وقت واحد خط القناة، حيث تم ضرب مركز القيادة الرئيسي للعدو في منطقة أم مرجم لمنع سيطرته وعزله عن قواته، ثم تتابع بعد ذلك ضرب الأهداف المخطط التعامل معها بنسبة نجاح تزيد على 90%، وتم ضرب 3 ممرات رئيسة في 3 مطارات، بالإضافة إلى 3 ممرات فرعية في نفس المطارات، وكذلك تدمير 10 مواقع بطيارات للدفاع الجوي من تراز هوك وموقعين مدفعية ومركز حرب إلكترونية والعديد من مواقع الشؤون الإدارية. واستمرت هذه الضربة حوالي 30 دقيقة، ونظراً لنجاحها في تنفيذ أكثر من 90% من المهام المكلفة بها، تم إلغاء الضربة الجوية الثانية لعدم الحاجة إليها.
كما خاضت القوات الجوية معاركها في حرب أكتوبر المجيدة بكل كفاءة واقتدار منذ البداية وحتى النهاية. وتألقت القوات الجوية المصرية في يوم 14 من أكتوبر عام 1973 معركة المنصورة، تألقت في أداء مهامها بكفاءة عالية شهد بها العدو قبل الصديق. وقد شهد العالم للطيار المصري روعة الأداء في حرب أكتوبر، ولقد أثبت هذا المقاتل بالقوات الجوية خلال الحرب المجيدة صلابة معدنه وشدة بأسه في القتال بمعدلات أداء عالية بما تيسر له آنذاك من سلاح خاض به معارك البطولة والتضحية والفداء. أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم أن تغير المناخ والزيادة السكانية والتوسع الحضري السريع تمثل تحديا كبيرا لأنظمة المياه في العديد من دول أفريقيا والبحر المتوسط. وجاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس حول التمويل والاستثمار في المياه من أجل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه. عندنا محددات معينة لابد لأي مؤسسة يتم إنشائها على أي نهر أو على أي حوض نهر لابد أن تتبع قانون الدولي للمياه، غير كده أعتقد مصر ما تقدرش تخالف القانون الدولي ولابد احترام القانون الدولي. للأسف اتفاقية الإطارية المعروفة باسمها عن تيبي تخالف القانون الدولي في عديد من النقاط لا يتسع الوقت لشرحها، ومصر موقفها واضح جدا بتقول لما نرجع للقانون الدولي وتتعدل الاتفاقية الإطارية علشان تحترم حقوق المصب والمنبع نبقى موجودين فيها، غير كده احنا موقفنا واضح، احنا لن ننضم ليها إلا لما يتم مراجعتها وتتسق مع الأعراف والقوانين الدولية. هذا وتتواصل النسخة السابعة من أسبوع القاهرة للمياه والتي تستمر حتى 17 من أكتوبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تزامنا مع استضافة مصر لأسبوع المياه الإفريقي. وتعقد هذه النسخة تحت عنوان المياه والمناخ بناء مجتمعات قادرة على الصمود لمناقشة حوكمة المياه المشتركة من أجل التنمية المستدامة والتحديات التي تواجه المياه بمشاركة أكثر من 30 منظمة وكيان متخصص في موارد المياه لتبادل الرؤى وتجارب الدول في الاستراتيجيات المبتكرة والحلول العلمية لإدارة الموارد المائية. المؤتمر طرحت فيه كثير من المواضيع اللي تخص التغيرات المناخية وأثرها على المياه، كيف نتعامل مع المياه بما أن هنالك تشابه بين العراق ومصر في حصولهم على كمية المياه، لأن مياه هنا هي من خارج حدودنا تقريبا 80%، وفي هذا احنا الملف متشابهين. أيضا مصر لديها خبرة طويلة وكبيرة في دبلوماسية المياه، كيف تتعامل مع المياه مع دول المنبع. المركز القومي لبحوث المياه بيقدم خبرته وتجاربه في كيفية التعاون، في كيفية إيجاد تكنولوجيات حديثة سواء في عادة استخدام مياه الصرف الصحي، سواء في استخدام مياه التحلية حتى إلى مستوى الري في مستقبلا إن شاء الله، أو إيجاد طرق لتعظيم الفائدة من وحدة الإنتاجية من المياه على جانب إدارة الطلب. شاركنا الآن في هذا المنتدى العالمي الحقيقة التي نعتز ونفتخر فيه بأنه مصر سنويا هذه المنصة يعني تقوم بكل ما يستحق من أجل جمع الخبرات والكفاءات وأصحاب القرار في الدول العربية والعالم من أجل حد من أثر التغيرات المناخية والاستفادة من كل قطرة ماء سطحية أو جوفية أو مياه غير تقليدية. نسخة السبعة من الأسبوع القاهرة للمياه اللي هو في وجهة نظري هو بوتقة التواصل ما بين متخذ القرار من السياسيين، الجهات المانحة، المؤسسات الدولية والعلماء، لأن المجال ده أو الانفيرومنت دي بتخلي أو بتخلق مجال للتواصل بين كل القطاعات اللي أنا أشرت إليها، وده مهم جدا في التعامل مع المشاكل المائية المتوقعة في المستقبل اللي احنا اوريدي بنشهدها على
الأرض الواقع. نحن كمكتب إقليمي للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث عم نشتغل بمصر مع بعض المحافظات والمجتمعات المحلية لبناء مدن قادرة على الصمود، من أهمهم هن محافظتي أسوان وشرم الشيخ. بالإضافة إلى هيك اتطرقنا على مشروع عم نشتغل فيه بالسودان بيشتغل على الإنذار المبكر وعلى تقديم وبناء القدرات للمجتمعات المحلية. عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان الملتقى 17 لمنظمات المجتمع المدني 2024، ويشمل برنامج الملتقى عددا من الجلسات وورش العمل تتناول قضايا حقوق المرأة وتمكين الشباب وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من استراتيجيات رفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة. حينما ينعقد المؤتمر بعد مرور 20 سنة على تشكيل أو إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت الشعار من أجل إنفاذ حقوق الإنسان، يعني من أجل ترجمة حقوق الإنسان أن تكون واقعا لكافة فئات المجتمع، ويعني لدينا فئات البعض يطلق عليها مسمى المهمشة، لكن المصطلح الأفضل وهو الأولى بالرعاية بحكم التركيب الظروف الخاصة بها. لكن لو كل الحقوق الإنسان في سياستها استهدفت كل أفراد المجتمع دون تمييز لأي سبب من الأسباب، يبقى كل فئة من فئات المجتمع هتحصل على حقوقها. احنا بنتكلم عن ملف حقوق الانسان وخاصه وزاره الشباب والرياضه اللي انا بتشرف ان انا بنتمي ليها من خلال نموذج المحاكاه. احنا من خلال لجنه التضامن وحقوق الانسان في المجلس شغالين على الملف ده من بدري، وتقريبا كمان شغالين على المحور الثالث في الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان الخاصه بالطفل والمراه وذوي الاشخاص ذوي الاعاقه وملف الشباب بالتحديد، والاهداف الثمانيه او التسعه الخاصه بملف الشباب فيما يخص الاستراتيجيه. طبعا منذ بدايه عام 2022 منذ اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي انه عام خاص بمؤسسات المجتمع المدني، وبجد الناس كلها بتشارك بحماس وأهمية كبيرة جدا. الدولة بما أنها ديمقراطية وبتسعى دائما لتحقيق الديمقراطية والعدالة والمساواة في كل الحقوق والواجبات، فبنلاقي علشان كده كل منظمات المجتمع الدولي بتتهافت أنها تنزل مصر وتقدم كل المساعدات الخاصة ليها، بما أنه مجتمع بيسود الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم لطيب المتابعة.